السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامجكم المشهد السياسي. احداث مؤسفه حدثت يوم امس في المملكه العربيه السعوديه الشقيقه وتمثلت في تفجير احد المساجد، وهي امتداد لثاني تفجير حصل. صحيح ان تفجير المساجد يمكن في اقطار الدول العربيه والاسلاميه موجود، ولكن ان ينتقل هذه التفجيرات الى دول الخليجيه وخاصه مع تقارب دول الخليجيه بعض بالروابط والنسب والمصاهره، هناك خوف من أن تنتقل هذه التفجيرات إلى بقية دول الخليج، وهل إحنا في الكويت محصنين منها ولا لا؟ إن شاء الله يكون محصنين منها. هذا من جهة. من جهة ثانية، ما حدث مع تصريح الدكتور علي العمير وزير النفط والسجال بينه وبين مجموعة من النواب، أيضا بعض الصحف حول ما حدث في القطاع النفطي، أيضا في لجنة الحيازات الزراعية كان هناك تصريح من قبل النائب فيصل دويسان بأن اللجنة سوف تنتهي من التقرير يوم أعتقد غدا يوم الأحد، ويتم التصويت عليه رفع إلى مجلس الأمة. وهناك يعني في ظل استمرار عدم تسليم الوزير لأسماء الحيازات اللي كان قالها عنها النائب فيما تتعلق بكبار موظفين الدولة والمتنفذين والتجار اللي استلموا الحيازات الزراعية بغير وجه حق، محاور عديدة في جزئي هذه الحلقة. أرحب بضيفي في الجزء الأول المحامي أسامة المناور عضو مجلس المبطل الأول فبراير 2012. حياك الله. الله يسلمك. بداية يعني ممكن خلينا نتكلم على ما حدث في المملكة العربية السعودية أمس. تفجير تبنى تنظيم داعش، هناك استنكار عديد من يعني من جميع الأطياف لما حدث، رأيك فيه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني من قدر المملكة العربية السعودية أن تخوض في هذه الفترة أكثر من حرب، عندها حرب الحوثيين على الحدود، وهي حرب جيش يقاتل، سقط باستمرار يسقط شهداء من الجانب السعودي، أسأل الله أن يتقبلهم. هي معركة لا تخص المملكة العربية السعودية فقط، يقينا أقول أن هذه المعركة هي معركة الأمة تجاه الفكر التوسعي اللي تنتهجه إيران في هذه الفترة ومن فترة طويلة، لكن إيران بدأت بترجمة ما يسمى تصدير الثورة بهذه الطريقة، بل بالعكس كثير من مسؤولينهم كانوا يتبجحون صراحة أن احنا اليوم سقطت 4 عواصم عربية تحت إمرتنا، فكان لابد من أن السعودية تأخذ وضعها الطبيعي. أنا يعني أعتقد أن خلال الفترة الماضية عقد كامل لم تكن السعودية كما يجب أن تكون. اليوم كان الملك سلمان أو سلمان الحازم كما يطلق عليه أخذ زمام المبادرة، وهذه لمصلحة الأمة، قدرها أيضا أن تواجه حرب داخلية عنيفة. يعني اليوم في مثل هذا الظرف، في مثل هذا الوضع، يجب أن يتكاتف جميع السعوديين بما فيهم جميع الخليجيين، أيضا جميع العرب والمسلمين، أن يرجئون أي خلاف إلى ما بعد انتهاء هذه الحرب أو تحصين حدودنا كخليجيين وكمملكة عربية سعودية. نفاجأ بهذه التفجيرات وقعت على مساجد. يعني أنا شخصيا غردت تغريدة قلت أن كان من وصايا أبو بكر رضي الله عنه لمن يذهب خارج حدوده لبلد آخر غازيا مجاهدا يقول وألا تؤذوا راهبا في صومعته. تخيل يعني وانت رايح بلد آخر هذا الراهب اللي في المصلي في صومعته هذا ما حد يتعرض له، وانت وهو على دين آخر على دين مختلف. فالمسألة أعتقد أنها أكبر من موضوع تنظيم الدولة. يعني على عجالة تنظيم الدولة، أنا ودي أوجه أسئلة للجميع المتعاطفين معه ولعل أجد عندهم إجابة. خلال جيل كامل 30-35 سنة كان في جهات في أفغانستان وفي الشيشان وفي أفغانستان مرة ثانية وفي البوسن والهرسك، نشأ عنا كثير من العلماء من القادة من المجاهدين، لماذا لا نجد واحد منهم مع تنظيم الدولة؟ يعني تصور كل الفصائل اللي موجودة في الشام وغير الشام في أفغانستان تجد ممن كان له الأسبقية له الفضل في الجهاد، تجد متوزعين ومنتشرين، لماذا لا تجد ولا واحد مع تنظيم الدولة؟ هل هذه مصادفة؟ يعني كان في آية في القرآن الكريم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، كان يقول الأوزاعي إذا غلقت علينا مسألة شرعية ما نعرفها، يعني سألنا أهل الثغور تفسيرا لهذه الآية، أهل الثغور ما فيهم ولا واحد مع تنظيم الدولة، هل هذا قدرا؟ بعدين تنظيم الدولة قد يعني يتضايقون أو يزعلون المتعاطفين معاهم لما نقول أنهم مخترقين. لا، إحنا ما نقول أنهم مخترقين، هم يقولون أنهم مخترقين. يعني مسكه واحد اسمه أبو عبد الله الكويتي، كان رجل حسب كلامهم أن هذا رجل الشرعي مالهم، قالوا إحنا اكتشفنا أن أبو عبد الله الكويتي
متعامل مع السي اي اي. بسم الله الله اكبر ذبحوا. ردوا بعد فتره او كانت قبلها الامني العام مالهم انجليزي، قال اكتشف انه يتعامل مع الاستخبارات الانجليزيه. بسم الله الله اكبر. طيب هل التفجيرات اللي صارت وان كانوا هم تبنوها، هل هذا بفعلهم؟ انا اعتقد بما انهم اعترفوا انهم مخترقين بحوادث كثيره، يعني هذا غيظ من فيض، اعتقد ان التوجيه اللي صار توجيه خارجي. لو نرجع قبل اول تفجير بخمسة ايام تحديدا، لوجدنا ان وزارة الداخلية السعودية اعلنت انها احبطت محاولة ادخال متفجرات من جسر الملك فهد قادمة من البحرين. وايضا بعد التفجيرات الادلة الجنائية في المملكة العربية السعودية قالت انها من نفس النوعية اللي حاولوا ادخالها اول مرة وتم احباطها. المسألة يعني كبيرة جدا، واعتقد ان اي مصلحة من تنظيم الدولة أن يثير ذعر ويثير القلاقل، يعني ما أعتقد أنه في مصلحة سياسية. تبي تفجر مساجد شيعة، طيب في المقابل قاموا الشيعة وكل مكان في عقلاء وسفهاء قاموا انتقاما ويفجروا مساجد سنة وريقة دماء كثيرة من المسلمين. وبعدين شنو الهدف وشنو المصلحة؟ أنا أتوقع جازما أن هذه المسألة لها أيادي استخبارات، واستخدموا يمكن البعض ولتحقيق مآرب اليوم. قد يكون انت تشوف ان في استخبارات وغيره، هذا يمكن البعض يرانا، حتى في اي فرق تلاقي اي فرق متنازعه تعزو تنظيم هذا الدوله اللا اسلاميه الى 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 المخابرات. ولكن الفكر اللي موجود هو الفكر التكفيري، هذا من وين طلع؟ ايضا المخابرات ولا البعض اسرى فيه والبعض نادى فيه؟ اي ممتاز ممتاز. احنا اخوي علي احنا نجد حقيقه مشكله جسيمه في هذا الموضوع. كل ما خرجت جماعة وكل ما وقع حادث تفجيري أو حادث إرهابي نلجأ مباشرة، لابد من تعديل المناهج. المناهج الإسلامية تحث على وتحرض على الفكر التكفيري. أخوي هل إحنا قلنا هذا الكلام في حادث النرويج؟ هل طالبنا في النرويج لما قام شخص نرويجي قتل مئات منهم أغلبهم أطفال، هل قلنا لا 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 لابد الحين هذول المتطرفين المسيحيين لابد أن تعاد مناهجهم ولازم نشوف الكنيسة اللي يلجأ لها؟ هل الكنيسة كذا؟ ما حد قال هالكلام. طيب اليوم عندك 43 ميليشيا شيعية متطرفة، هل احنا قلنا لازم نراجع المناهج الشيعية؟ هذا كلام مو صحيح. التطرف موجود، مناهج شيعية ما تدرس. لا في العراق تدرس، في العراق تدرس. اقول لك 43 ميليشيا شيعية في العراق تقاتل، ولا واحد فيهم امس كان تحديدا مقابلة على فرانس 24 يقول ما فيهم ولا واحد يأتمر بأمر رئيس الوزراء ولا قائد الجيش، ما لهم علاقة فيهم، يأتمرون من الحرس الثوري الإيراني. فأنت التطرف راح يكون موجود بأي حال من الأحوال، لكن ما نرمي هذا على الإسلام أو على الشريعة أو حتى على المناهج. أنا الشريعة هي الشريعة، دين الإسلام دين وسطي، ولكن في متطرفين من كل الجهات. إذا احنا نتعامل مع المتطرفين ما نتعامل مع الشريعة. الخطأ على الفهم مو خطأ على المنهج نفسه. وأنا كان رأيي باستمرار ومن البداية أن مسألة أن يعني محاولة قمعهم وصدهم في البداية من الأساس في هذه الطريقة هذا خطأ. أنت يعني شنو سوى سيدنا علي رضي الله عنه؟ أرسل لهم ابن عباس وفي يوم واحد رجع معه 4000، واجههم تناقش معهم، بس حاربهم بالأخير. عفوا؟ بس حاربهم بعد، حارب اللي ما اللي 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 أصر على موقفه. أنا خلني أناقشهم في البداية. يعني من ضمن الأشياء اللي تذكر، وهذا كان مستغرب، من ضمن الأشياء اللي تذكر أنهم كانوا يقولون في التحكيم أول ما بدأ يعني تنظيم الدولة من نشأته استمر لمدة سنة وثلاثة أشهر ما قاتل نظام في سوريا، كان أغلب قتاله على الفصائل المجاهدة الأخرى، يعتقد أن هذول المرتدين وقتال المرتد أولى من قتال الكافر حسب قراءته. قالوا لهم في البداية تعالوا خلونا نتحاكم إلى محكمة شرعية، وضعوا شروط تعجيزية وافقوا عليهم جميع الفصائل، إلى أن أتوا على نقطة أخيرة أو واحدة، قالوا لهم نقعد معاكم لما تكفرون أنظمة الخليج. ليش؟ هذا شنو علاقته في الموضوع؟ قال لا، علشان أعرف إذا أنت عندك ولاء وبراء أو لا. قال لا أنا خلني أوفر عليك، لا تعتبر عندي ولاء وبراء، اعتبرني كافر. قاعد أقولك تعال خلني أتحكم بالشريعة من باب أولى، عدل ولا لا؟ ما لك علاقة فيني، أنا أقولك اعتبرني كافر. طبعا هم رفضوا. فالبداية اللي كان قمعهم حسب تقرير الاستخبارات الأمريكية، في 1000 من أوروبا تقريبا شهريا يروحون وينضمون لتنظيم الدولة، 1000 شهريا، هذا حسب تقرير الاستخبارات الأمريكية. وراح يستمر الوضع بهالطريقة هذه، يعني الناس بشكل عام تنزع للتطرف. أوكي الآن هذا حدث في المملكة العربية السعودية، إحنا هني بالكويت، برأيك أن إحنا محصنين ولا معرضين لها؟
لا للأسف اللي يعتقد أن احنا في هذا الوضع الإقليمي أن احنا محصنين ما يقرأ الواقع جيدا. أنا أتمنى أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأقول يقينا أن لا يكافئ نعمة الأمن في هذا الزمان يعني بعد الإسلام ما يكافئها شيء، لكن لا الوضع قائم، وإحنا لن نكون استثناء. في البداية لو تذكر كانت المسألة في أفغانستان بعيدة، بعدين صارت في سوريا، بعدين صارت في العراق، بعدين في اليمن، شو اللي خلينا استثناء؟ احنا اعتقد ان احنا لن نكون استثناء، لكن على كل طرف ان لا يستغل الوضع. يعني هذا مهم جدا. يعني انا دائما اردد الشيعة في الكويت يقينا من 200 سنة موجودين، يعني شنو شفنا منهم وشنو شافوا منا؟ ما كان في اي شيء يعني غريب او نستنكره لا منهم ولا منه، ولا شافوا ضرر منه. بعد فترة النص التسعينات، النص الثاني من التسعينات، بدأوا يحطون اللافتات، هذا شأنهم، بدأوا يسكرون الشوارع اليوم، وبدأوا يحطون مخالفات وقانونية، يعني تخالف قانون البلدية، تخالف قانون المرور، وانت كلمت عني ترى انت طائفي، شفت شلون تبي تثير علي الناس؟ يعني هذا كلام مو منطقي، لازم انا اسكت على كل تجاوز عشان تقبلني وما اكون طائفي؟ واذا قلت لا هذا وضع لا يمكن ان يتم ولا يمكن ان يصير أو أقبل فيه أكون متوافقاً معك؟ لا، كلام مو صحيح. لكن أنا أعتقد أن الفكر لو كان في فكر منحرف بشكل عام هذا يعالج بالفكر، هذا منطقياً يعني لابد أنك الجماعات اللي قاعد يصير اليوم، يعني على شيء بالشيء يذكر عدد القضايا يمكن 40-50 يمكن للمنتسبين أو متهمين بالانتساب أو الانتماء لتنظيم الدولة، وكثير من بعض حسابات اللي تنقل حسابات إخبارية يقول المحامي عن داعش، يعني هذا ما في يقال أنت متولي القضايا اللي توجه لأي شخص ينتمي إلى تنظيم داعش، هذا يقال؟ يعني هذا موجود، أنا سمعت هالكلام. أنت فعلا محامي عنهم ولا لا؟ تمام، هم 40-50 قضية. أنا ما عندي ولا قضية، يعني ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي هو غير صحيح، لا ما له أي أساس من الصحة. تمام، يعني 40-50 قضية، طبعا أنا ما أقدح في زملاء المحامين أخوانا الفضلاء اللي ترون في هذه القضايا، بل بالعكس أنا يعني كان عندي صديق أخوه اتهم وأنا أعلم يقينا أنه بريء، وحاولت أني أدافع عنه، لكن كنت في فترة حوالي أسبوعين في ألمانيا، كانت فترة مراجعة وكذا، ما قدرت أني أكون موجود، ولا بالعكس هذا كان مفروض علي، واجب علي أني أخذ قضيته، لكن بالمحصلة النهائية أخوي أنا ما عندي ولا قضية. وهذا ليس قدحا، أقول لك في الإخوان مثل محامي تاجر المخدرات ما تقدر تقول أنت تاجر المخدرات، لكن يمكن أنا حقيقة سبق أني قلت ما أتوافق معهم أبدا فكريا، وهذا لها اعتبار عندي في تولي القضايا. لكن في فترة سابقة قلت أن أنت ما تشوف فيهم خطر على الكويت، اليوم تشوف فيهم خطر تنظيم الدولة؟ لا أنا ما قلت عنهم كذي. متى قلت؟ قلت في لقاء سابق أنك كنت قاعد قارن بينهم وبين حزب الله، قلت لا أنا شفت لا 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 ما في لنا خطر فيه في اللي تغير اليوم. يعني لا هو يعني أنا ما قلت كذي تحديدا، أنا اللي أقوله اليوم أنه بالعكس ما راح نكون استثناء أبدا عن اللي حصل في المملكة العربية السعودية، ولا احنا بالنسبة لهم أفضل من السعودية. هذا اليوم الموضوع هذا سيكون له أعتقد تبعات على كل المنطقة، والله يحفظ الكويت بشكل عام. هذا من جانب، يعني اليوم حتى أساس أن نكون واضحين، اليوم دور الدولة في أن تحمي الأمن الوطني، الأمن الداخلي، هل هو بتغليظ العقوبات؟ هل هو بفرض نوع من خلينا نقول ما بسميها قمع للرأي، ولكن أن هذه فترة الواحد ما يصرح فيها أو الواحد ما يتكلم فيها أو أنه يحاول يحتفظ برأيه لنفسه إلى أن تنقضي هذه الفترة، تأيد هذا التوجه ولا لا؟ لا لا طبعا أكيد هذا خطأ، هذا في إطار عام، يمكن حضرتك عندك محور كامل على موضوع الحريات في هذه الحلقة نخليها له، لكن نخليها النقطة يعني شرح لهذا المحور، لكن لا طبعا هذا خطأ، يعني أنا أتكلم عن رأيي وكذي، لا القانون ولا يعني ولا حتى الشرع، طالما أني ما قدحت في أحد، طالما أني ما حرضت، هذه أفكار، يعني هذا ما عليه يسوونه الأمريكان. الأمريكان حطوا اسم حوالي 35 كذا أو أكثر أو أقل، قالوا هذول ينتمون للفكر التكفيري، هذول عليهم عقوبات، فيمنعون من السفر وتجمد أرصدتهم وكذا، على مجرد أفكار طبعا كلام ما يصح، لابد من أن يكون هناك أدلة قائمة وأدلة حقيقية في التعامل معهم. لكن إذا كان في فكر منحرف أنا ما زلت أقول حتى اللي عليهم قضايا أقعد معهم وناقشهم، يعني علو عسى، مو على، انا متاكد يقينا ان في الكثير منهم راح يتراجعون عن فكرهم،
لكن خذيته وقطيته 5 سنين 10 سنين، كل اللي راح يصير انه راح يعني يوغر في هذا الامر في صدره، وراح يعني خلينا ناقم اكثر. دور رجال الدين والمساجد في القضاء على مثل هذه الافكار؟ شوف احنا عندنا هنا مشكله، هذا سؤال وجيه جدا، وللاسف في مشكله في مثل ما قلت لك، احنا عشنا جيل كامل من اكثر من 30 سنه في جهاد. لما ياتيني احد المشايخ اللي كان طول عمره ينتقد الجهاد وينتقد اللي يجاهدون ويقول انه ما في جهاد، بنفس الوقت طول الثلاثين سنه الماضيه، وياتي اليوم لينتقد تنظيم الدوله ولا غيره، الناس ما راح تصدقه، الناس ما راح تصدقه ابدا. انت قاعد طول عمرك تتهم الجهاد، تتهم المجاهدين وتشنع فيهم وتصفهم بالاوصاف التكفيري الارهابي الكذا الكذا. لا لا، اليوم لا شك ان في من المشايخ الكثير من العقلاء من العلماء المحترمين، طبعا انا ما اتكلم عن البعض المتطرفين اللي بحال باي حال من الاحوال لن يقبل اي عالم يخالفه، هذا يعني الله يهدينا وياه، وان كان الدعاء والمحاوله معاه ان شاء الله يؤجر عليها الواحد، لكن الـ بشكل عام في بعض المشايخ اللي ان شاء الله محترمين لهم كثير من القبول، لابد من ان يكونون هم راس الحربه في هذا الموضوع. اوكي، يعني شوف من هم بالاخير، يعني هل احنا عندنا ندره في العلماء اللي هم مقبولين من جميع من الاطراف لا بالعكس اللي عندنا الفكر المتطرف؟ لا بالعكس، احنا ان شاء الله انهم كثير، ما يحضرني طبعا اسماء، انا مو علشان هنا عشان امجد في احد ولا ارشح احد، لكن الاسماء كثيره جدا من العلماء المشايخ اللي لهم قبول وكان لهم مواقف تاريخيه مشرفه مع الشباب اللي كانوا في الجهاد في السابق. اوكي، لا اخذ وش بس من اسئله تويتر، البعض يعني بيتكلم عليك على الانتخابات. الأخ سعيد العماري من صحيفة الحصيلة يقول لك المناور يستنكر تسكير الشوارع الأحياء أيام عاشوراء من قبل إخواننا الشيعة وهي أيام قليلة، ويقول أنها مخالفة للقانون، وهل جمع التبرعات في الدواوين وتزويد السوريين بالأسلحة هذا أمر ليس مخالف للقانون؟ وين الربط؟ سؤاله بالأخير شو ترد عليه؟ لا طبعا احنا الحين تذكر أنه كان في فترة من الفترات في 2011 او 2000 بدايه 2012 و2013 كان في كل بيت وكان في كل ديوانيه وكان في كل تجمع الناس قاعده تجمع التبرعات. أوكي. بالعكس كان بمباركه الحكومه، الكويت لها دور يعني تاريخي تشكر عليه، نظمت جمع التبرعات للدول المانحه اكثر من مره او مرتين، ويمكن في اعتقد ايضا جوله ثالثه. نعم. احنا كنا رواد العمل، يمكن لنا عندنا مساحه حريه. إذا كان الكلام عن أن يجب أن تقنن هذه، فعليا أن بدأت الحكومة تقننها فيما نشر، فأعتقد في يوم أمس في صحيفة الرأي على وجود تبرعات لم تذهب إلى مستحقيها، ولكن ذهبت إلى الدولة الإسلامية أو الدولة لا إسلامية، وبعضها يعني تكلمنا في نواب متورطين فيها، شو ردك عليها؟ هل هذا كان نوع من المبالغة يعني؟ لا أنا ما سمعت بصراحة، أعتقد أن تنظيم الدولة بشكل عام هو طبعا يكفر اللي يدشون الانتخابات وهذا واضح. انت بالنسبه لهم كافر الان؟ ما ادري عنهم، سالهم هو يعني اسال الله انه يعفو عنا وعنهم، وهم شوي لسانهم بذيء جدا وما حد يسلم يعني، لكن اسال الله انه يعفو عنا وعنهم. هم بشكل عام يكفرون طبعا الانتخابات واللي يدخلها وغير، فما اعتقد انه يكون في بعض النواب لكن لهم ما يقال ان في تبرعات راحت اذا دخلوا ما اعرف، انا اللي اعرفه عدل انه تموا اكثر من سنتين عندهم آبار نفط من العراق ومن سوريا كانوا مسيطرين عليهم وكانوا يبيعون، فعندهم وفرة مالية هائلة يعني. أكيد إن إذا كان في تبرعات أجزم إن ما تكون من النواب، لأن قلت لك النواب ما أعتقد إنهم يقتنعون. أيك على شأن آخر اللي هو ما حدث في الأسبوع الماضي، وهو إعادة الجنسية للنائب السابق عبد الله البرش ولا البرش، وهذا يمكن الحكم يعني جاء بانفراجه، وخاصة البعض اللي مسحوا بجناسيهم الآن يعول على هذا الحكم بأن ممكن الجنازة ترجع مرة ثانية، على الرغم من أن مثل أحمد الجبر في حكم للسنة فأعتقد ما عاد للجنسية. وجهة نظر كنت خاصة محامي وقانوني يعني. نعم، طالما أنك انتقلت مباشرة قبل هذا، أنا عندي يعني رسالة شكر وثناء ودعاء لإخواننا في الإدارة العامة لأمن المنشآت. إحنا قلنا الكويت ما يستثنى، نسأل الله أن يحفظه ويحفظ سائر بلاد المسلمين. الإدارة العامة للمنشآت خلال الفترة الماضية فقط قبضت على 6-8 متسللين إيرانيين، تمام؟ تسللوا ودخلوا حتى عن طريق البحر المنشآت. الشكر موصول لجميع أفراد هذه الإدارة. أعلن عنا يعني؟ طبعا أعلنوا عنها، أول مرة 4 أعتقد، مرة ثانية مرة 4 أو 3 أو 5 معلن عنها.
وأشكر أيضا إخواننا رجال الحدود والداخلية تحديدا إدارة المشاة لأنهم هم اللي تعاملوا معهم. فهي رسالة شكر يعني, وأخص فيها حتى الأخ العميد الدريع وجزاهم الله خير, وأنا آسف إن يمكن أكون نسيت أسماء الكل ما أستثني منهم واحد. أما موضوع إرجاع الجنسية, خلني أقول لك مثل بريطاني يحضرني. المثل هذا عمره يمكن 150 سنة, وراح أقول لك ليش حددت المدة أو الفترة الزمنية له. يقول الإشاعة تجوب العالم ركضا, يمديها تكون طافت العالم, بينما الحقيقة تحاول أن ترتدي عزكم الله حذائها. تمام, هذا من 150 سنة, ما كان في لا تلفزيون ولا تويتر ولا فيسبوك ولا واتساب أبدا. ها, هذه الإشاعة كانت من عمرها, ما يمديك تقول كلمة لا تجوب العالم. اللي أثير على أخونا عبد الله البرغش أبو فهد والعائلة الكريمة آل البرغش, أثير كلام كثير. أقدر أجزم لكم الآن إخواني أن هذا الكلام ما له أي أساس من الصحة. بمعنى قالوا في البداية أن الرجل متجنس على اسم عمه, الكلام مو صحيح. معلومة يمكن أقولها, عبد الله كان اسمه حشر على اسم والده, هو اسمه عبد الله حشر البرغش, كان اسمه حشر, ولما كبر غير اسمه لأن والده رحمة الله عليه توفى وهو كان أعتقد أنه جنين أو كان طفل. فهو مسمى على اسم أبوه مباشرة. قالوا بعدين لا, إحنا نعرف إن عنده قضايا. كثير الحين من الأخوة راح يقولون إحنا سمعنا عليه قضايا من أقربائك. هذا الكلام ما له أي أساس من الصحة. ما في أحد من أقربائه فعل قضية. يبدو أنك أنت سمعت يمكن هالمعلومة. منتشرة. أوكي. أخي الكلام هذا ما له صحيح. مو قلنا الإشاعة تجوب العالم. أوكي. هذا يعني هدف استشهادي في هذه المقولة أبدا. لكن صدر مباشرة عقوبة الإعدام المدني عن 56 شخص, عبد الله وإخوانه. اوكي, شوف سحب الجناسي اللي صار مع احمد على الاشخاص نفسهم ومن كسبها بالتبعيه, لكن مع البرغش لا, وصلت الى الاقارب الى الاهل. ايش معنى الحاله هذه اختلفت على البقيه؟ شوف هو يعني احمد جابر سحبها جنسيتين, سحب جنسيه ابناء سعد العجمي نفس الشيء, البقيه ما يعني بالبقيه. وهذا اللي خلى عبد الله يرفع الدعوه, خلى اسره البرغش انها ترفع الدعوه. عبد الله امام القاضي قال انا لليوم انا ما اعرف ليش سحبت جنسيتي وجنسيه أهلي. فعلا لا يوجد سبب إلا اللهم التعسف, التعسف من قبل السلطة واستخدام ملف الجنسية. خليني أقول لك نقطة أيضا مهمة. طبعا في 8 سحبت جناسيهم أيضا إضافة إلى 9 تذكر خلال فترة سحب الجناسي. قد نكون متعاطفين معاهم, لكن في اللي يقول لك والله هذا القانون هذا تقرير ثامر. هذه نقطة أنا ودي أشرحها للناس. وإن ثامر تم لما تم في تجنيس وتم في تلاعب في شكل صحيح كل في 2007 وصدر تقريره في 2009. نعم تمام, على 556 شخص. قال لك قسمهم, الرجل كان منظم, أنا والله ما أعرفه يعني, لكن الرجل كان أمين إن شاء الله نحسبه كذلك, وكان منظم. قسمهم على جداول 7 أو 8 جداول, وقسم كل حالات مختلفة. قال لك مثلا 88 شخص بالعدد, هذا العدد هذا صحيح, ما عملوا تحليل الدي ان اي, كان يشترط وشرط رئيسي حتى تحصل على جنسيه تفضل قم بتحليل الدي ان اي. شفت ال 88 ما فيهم ولا واحد انسحب جنسيته, هذول ما سووا تحليل دي ان اي ومنحوا الجنسيه وما فيهم ولا واحد انسحب جنسيته. التقرير الثاني قال لك ان في 34 او 33 شغله كذي, هذول ما تتوافر عليهم شروط منح الجنسية ما يستحقون, انسحب منهم بانتقاء. أول مرة 8 ثاني مرة 9 بانتقاء. الأول ما انسحب منه شيء, الثاني نفس الشيء. الثالث في كذا حالة تصدرت مرسوم على ناس ميتين صدر مرسوم بمنح فلان الجنسية, خلاص إذا هذا أبونا احنا ناخذ الجنسية. أحد الجداول قال لك ثلاثة, طبعا هذا الاثنين ذولي عدلتهم الحكومة, عدلت إصدار المرسوم, لكن الثانيين أعتقد 32 33 اسم من الجداول هذا قالوا صدر المرسوم مخالفا لطلبهم. يعني صدر المرسوم باسم أسامة أحمد حبيب المناور, بينما مقدم الطلب كاتب أسامة أحمد سعد حبيب المناور على سبيل المثال. غلط, وهذه ما انسحبت جنسية ولا شخص منهم. إذا المسألة انتقائية, المسألة للأسف أنها انتقائية, وتستخدم مسألة سحب الجناسي وإسقاطها كعصا, وهذا ما في عاقل يقبله. يعني لو اليوم قايلين والله إحنا القانون يتكلم جيل القانون واضح, يعني السحب سياسي تبتوصل له؟ أنا ما أشك بهذا, وأعتقد أن الكل يتفق معاي.
حتى اللي يختلفون معاه يعني سياسيا وكذا ولا شو تفسر 556 في تقرير واضح بالأرقام بالأسماء ما يسحب من ولا واحد منهم جنسية. اللهم انتقاء بعض الأشخاص بعض الشخصيات. نرجع على موضوعنا الرئيسي أخونا الفاضل أبو فهد، وأنا حقيقة كنت سامع مثل ما حضرتك سمعت ومثل ما كثير من الأخوان سمعوا، لكن يعلم الله يعني أدبه ووقاره خلاني أستحي حتى أني أسأله. رجل يعني في قمة الخلق تعاملت معه ولا نزكي على الله أحد، استحيت والله أني أسأل، لكن تحققت وشفت أن الكلام مو صحيح ومو دقيق. طيب ليش تسحب جنسيته اليوم؟ أعتقد أن كأن الحكومة أمس استأنفت إذا ما كنت غلطان قدمت يعني شنو كان لا داعي. نحن اليوم في أجواء إن شاء الله أجواء مصالحة، أجواء مثل ما نقول أحوج ما نكون للحمة الداخلية والعدم تفكيك الجبهة الوطنية. في خطاب أنا أعتبره من أو محاورة حديث دار، كان حديث يعني خالد بالنسبة لدولة الكويت في الفترة اللي كان فيها وضع مثل هذا القانون تحديدا. مجلس تأسيس يتكلم لا شك، كان رحمة الله عليه الله يغفر له ويرحمه، كان الشيخ سعد كان وزير داخلية تمام، وكان أيضا رحمة الله عليه وأسأل الله أن يغفر له العم حمود الزيد الخالد، كان له نظرة لما الحكومة حاولت تضع قانون يتيح لها سحب الجناسي قال احنا ما نقبل، نخشى أن يكون هذا سلاح بيد الحكومة وأنها تتسلط على المواطن الكويتي فيه. طبعا هو بين رفضه، رد الشيخ سعد بثلاث كلمات يقول لن يتخذ شيء من هذا القبيل، يعني هذا شيء بعيد، يعني مثل اللي يقول أنت شلون تفكر كذي. طبعا للأسف لكل زمان دولة ورجال، هذا الزمان اللي هناك غير الزمان الحين. لكن الحالي. السؤال أحمد يعني المجالس المتعاقبة ومن ضمنها كان نواف المعارضة وغيرهم صار في سحب جناسي يعني في فترات متعددة في 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 الحياة السياسية الكويتية، لكن ما حد سعى إلى وضع قانون يتيح أن الحكومة ما تسحب إلا عن طريق القضاء. وإن كان دور النواب اليوم اللي هم يتنادوا إلى عدم استخدام سحب الجنسية كعقوبة سياسية، وين هم عن دورهم في فترات سابقة؟ تعتقد أنهم تخلوا عن هذا الدور وهم يدفعون ثمن هذا الخطأ، ولا لا ما كانوا متوقعين يصير في كذي؟ أجاوب لك بعد الفاصل. فاصل ثم نواصل. أهلاكم جديد مشاهدينا الكرام. أبو أحمد سألتني قبل الفاصل عن من المسؤول عن يعني أن ما عدل قانون الجنسية وخاصة فيما يتعلق بالسحب، وأن المحكمة هي تكون مختصة بقرار السحب، خاصة أن في نواب تعاقبوا على مجالس عديدة. توقع النواب كان لهم دور في هذا الخلل؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بصراحة ما أقدر يعني أتهم جهة معينة. هو القانون أساسا مخالف للدستور، أنت عندك نص صريح في الدستور يقول حق التقاضي مكفول، يعني عادة هذه النصوص في الدستور يقول لك بما يتوافق مع القانون أو بما ينظمه القانون، إلا هذا النص واضح حق التقاضي مكفول خلاص انتهى. زين القانون أساسا غير دستوري. يعني يسأل الأخوة اللي كانوا موجودين في قبل، احنا لا شك ان هذا كان من ضمن اولى اولوياتنا هذا الموضوع، واذكر ان احد الوزراء يعني قعدت معه داخل القاعة وكان يكلمني محاولا اقناعي ان هذا قانون ما يقدم. قلت ان هذا التزام، لكن ارجو ان احنا كان سيقدم في المجلس المطل الاول. اكيد اكيد اكيد، يعني انا اضمن لك هذا، يعني اكد لك ان هذا الشيء كان راح يحدث. احنا ارجو ان ما نحمل اكثر من طاقتنا، احنا كان مجلسنا نقول عدة الأرملة 4 شهور والعشرة أيام ذولي، ما لا نحاسب على ان قعدنا 4 سنوات، لكن اكيد ان هذا كان من ضمن الامور اللي كانت تقدم. شنو الان الحكم بالنسبة لعبد الله البرقش وغيره؟ يمكن يعني دع عنك توقعي، انا اتمنى ان الحكومة تسحب هالاستئناف، ان ما لا داعي خلاص. الرجل احنا نسمع دائما كلام طيب وأن في اجواء مصالحة، وان شاء الله نحن قاعدين نعيش في اجواء مصالحة. انا اتمنى بدون شك. لو لا هو التمني، لكن أنت تستشعر أن في أجواء مصالحة فعلا؟ والله تعرف شيء بس ما تبي تقوله. كان مو كذي لا، اللي أعرفه أن سبق كان أخونا الشيخ محمد هايف تقابل أكثر من مرة، تحديدا مرتين مع صاحب السمو، وكان كل حال من الأحوال صاحب السمو يعني صدره مفتوح وأيضا بابه مفتوح. ما ودي أنقل حرفياً شنو اللي قال، أنا ما يجوز على طولتي إن قضية ترى. لا الله يعين. لكن الأكيد إنه كان مرحب. المفاجأة من بعض إخواننا يعني بشكل عام، إنه كانوا باستمرار يهاجمون أي مسعى
للمصالحة بدون أن يقدموا يعني بديلا آخرا. تتكلم عن المعارضة يعني؟ أنا أتكلم عن المجاميع اللي محسوبة على بعض تيارات المعارضة. كنا دائما نهاجم وكنا دائما نتهم هذه صارت مثل وصمة، هذا صاروا حكوميين صاروا كذا. لا، أنا سبق أني قلت في برنامج مع أخونا نسي على بالخير عبد الوهاب العيسى، الأستاذ عبد الوهاب، أن ما في سياسي يسقط من قاموسه مفردة التحاور والمحاور، هذا أمر طبيعي. نعم. علما بأن أنا أؤكد أن الشيخ محمد هايف ترى ما تكلم أبدا على موضوع انتخابات مبكرة أو انتخابات قادمة، ما كان هذا موضوع. نعم. كان الموضوع أهم، يعني كان موضوع على موضوع المعتقلين السياسيين، قضايا بشكل عام. نعم، وفتح صفحة جديدة معاهم، يعني إضافة إلى يكون في تواصل مستقبلي مع سمو الأمير، كان دائما سمو الأمير مرحب. لكن أنا أعتقد أن الحكومة اليوم بينها ضمت أحد أطياف المعارضة أو أحد من المحسوبين على المعارضة إلى مجلس الوزراء. من هو؟ هذه بادرة طيبة، الأخ وزير التجارة كان محسوب على المعارضة بشكل عام على الأقل في كتاباته وفي توجهاته. يعني الوزير التجارة الحالي هو محسوب على المعارضة سابقا؟ لا، مو محسوب، أنا ما قلت أنه محسوب، أنا أقول أنه يعني متفق معاهم، متفق مع المعارضة في الرؤى مثلا بكثير من النقاط. والحكومة ما يغفلها هذا الشيء، يعني لما بتعين وزير أعتقد أنها تبي تعرف شنو توجهاته وشنو كذا. الرجل على الأقل كانت كتاباته متوافقة إلى حد كبير مع الأغلبية الوطنية. فهل هذا تشوفه نوع من الانفتاح على المعارضة وفكر أكيد المعارضة؟ بالتأكيد. أوكي. بالتأكيد، ولا الحكومة يعني ليست مضطرة. يعني ما أنتم في المعارضة، خلينا نقول في مجاميع، مجموعتكم يعني ما تشوف أن أنتم نوعا ما كنتوا خلينا نقول عنصر الخلل أو أي مجموعة تحديدا تقصد؟ يعني أنت مجموعتك، أنت أعتقد أنت وأعتقد قصدك الكتلة السلفية؟ كتلة تقريبا، مو الكتلة، لأن بعد كتلة العدالة ما تشوف أن أنتم نوعا ما كنتوا شوي يعني تشذون عن الإجماع اللي كان موجود؟ مثل يعني شنو؟ يعني مثل اليوم أعطيك مثلا براك لما صدر عليه الحكم قال أنا مستمر، ولكن اللي هذا أنا أقول له الله يسامحه. اللي هذا شنو؟ عفوا أنا ما سمعت المقولة، فليت تشرح لي إياها. سلام البراك يعني لما صدر عليه الحكم الأخير، حكم التمييز، قال أنا مستمر في قضية يعني الحراك والنضال اللي هو يعتقده في وجهة نظره، أما من هادن اختار المهادنة فيقول الله يسامحه. فأنت هل تعتقدون أن اتخذتوا المهادنة؟ شوف، أولا يعني أسأل الله أن يتقبل منا، إن كان قال الله يسامحهم نسأل الله أن يسامحنا، وهذه دعوة إن شاء الله، أسأل الله يحرمنا وياه منها الأجر. لكن المهادنة شو اللي يقصدها بالضبط؟ شو أي مهادنة؟ كنا في جميع الفعاليات احنا مشاركين وموجودين. انت عفوا بديت كلامك قلت انت دائما يعني عنصر ضعف او عنصر لا خل... انتوا خل اقول يعني خل اقول شغله في شغله، حتى لما كان في حراك وكان في خطابات سياسيه ما رحتوا وايد مع المعارضه، كان لكم اراء شوي خلينا نقول يعني اهدى او ان اقل حده. والدليل يعني انت قلت قبل شوي ان كان النائب السابق محمد عايف قابل صاحب السمو، وصرت في هناك مقابلات مع القياده السياسيه، فنوعا ما انتم كنتم منفتحين اكثر يعني بديتوا بالانفتاح قبل غيركم. في حلقه الاستاذ محمد الدلال هو قال ان معك ان الحركه باستمرار متواصله مع سمو الامير، اعتقد قال كذي عدل؟ نعم، معك في الحلقه مع القياده السياسيه قالوا متواصلين يعني. مع القياده السياسيه، احنا مو بس احنا اللي انفردنا بهذا الراي، فالكل يشوف من وجهه نظر على اقل تقدير احنا قاعدين نشتغل في العلن، واحنا قاعدين نقول شو اللي قاعد يصير. لكن احنا ما اعتقد ان احنا خذلنا احد، بالعكس احنا بتوافق تام سواء داخل المجلس او خارج المجلس. لكن ان يكون لنا اراء مختلفه عن كتله الاغلبيه مع يعني مطلق الاحترام لها، لا، هذا حقنا، يعني هذا حق اصيل لنا، ان لازم تكون موجود في الوقت الفلاني وفي اليوم الفلاني، او انك لازم تقول كذا. لا اخوي، يعني هذا خلي يدورون غيرنا يلزمونهم. ما كنا في مرحلة من المراحل تبعا لأحد، بل احنا نقعد مع بعض الحمد لله. كتلتنا يعني خلي يعرف الأخ الكريم المشاهد ان احنا اكبر كتلة ككتلة سلفيين بالعامية، ما عليه، بدون سلفيين ما في أغلبية، في موجودين ومحترمين لكن اكثر من النص تقريبا احنا اللي موجودين. لا تفكر ان احد ممكن يلزمنا او احد يوجهنا قصرا، لا. يعني سبق لا تأخذني، احد الفضلاء طلع وقال احنا نبي حكومة منتخبة ونبي مجلس او رئيس وزراء شعبي او احزاب، واللي مو معانا ضدنا. انا طلعت وقلت انا ضدك، شو تبي تسوي؟ يعني قلت في التلفزيون، وانا ما زلت اقول اللي يقول اللي مو معانا ضدنا بقول كان ضدك. انت ضد الحكومة المنتخبة والرئيس الشعبي؟ هذه الكتلة السلفية لها راي فيها، راي مفصلي فيها. احنا مع حكومة ذات اغلبية برلمانية، وهذا اول بيان صدر من كتلة الاغلبية في 16/7/2012، كان هذا توجهنا واحنا ملتزمين فيه. نعم. طالما ان احنا وقعنا عليه احنا ملتزمين فيه. لكن يلام الاخرين
أخوي علي يلامون انقلب على هذا الموضوع. أنا أقول لك ليش، بغض النظر ويمكن يبي يشوف إنه شاف في مرحلة من المراحل إنه لابد إنه يرفع سقفه، هذا شأنه، هذا شيء هو رأيه يعني بالنهاية. لكن لما يكون داخل مجلس الأمة ونسعى نحن كتلة العدالة تحديدا الكتلة السلفية لتعديل دستوري مادة 79، مادة 79 تقول لا يصدر قانون إلا بموافقة مجلس الأمة ومصادقة سمو الأمير عليه، إحنا أضفنا لها ويكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية. لما يكون داخل المجلس توقعون معانا، ولما نطلع ترفضون تخلون الشريعة الإسلامية إحدى أولوياتكم. وصوتوا معاكم أعتقد في المجلس المطلق. وقعوا معانا. وقعوا معانا. والقوانين الإسلامية اللي قدمناها وقعوا معانا. يعني أنا دائما أقول. علاش انقلبوا بعدين؟ والله هذا كلام يوجه لهم. أنا عارف اللي ينقلب اللي يدش المجلس ينقلب. يعني عادة واحد يقول لك شايل سيفه وبسوي وبفعل وبشق وخيط عفوا بالعامية يعني آسف. لما يدخل المجلس يقلب. هالمرة بعد ما تطلع من المجلس تقلب. يعني هذه ما عرفنا، هذا الكلام يوجه لهم. أما إحنا بالعكس ملتزمين مع كل ما وقعنا عليه وما زلنا. وإحنا جزء أصيل من الأغلبية الوطنية، لكن لا يتوقع أحد أن يفرض علينا شيء. يعني مو إحنا، إحنا في الإطار العام معاكم، لكن يعني إذا كنا رسالة قاعد توجهها للبعض يعني مو هم يعرفون رأينا، إحنا قلنا لهم الكلام. قال هذا اللي خلاص. عفوا إحنا أبدا مو من النوع اللي نحط لنا أسماء ونكات مبهمة أو عفوا. يعني ما توقع أن في فترات ما خاصة بعد ما صدرت الأحكام، يعني انتم كنتم نوعا ما ممتنعين عن الحضور على الاجتماعات اللي بالعكس تصير. لا 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 احنا لا. فعلا في بعض التيارات امتنعت هذا يسالون هم، احنا بالعكس ما قاطعناه ابدا من اول يوم الى اليوم، حتى اللي فينا ما يحضر يحرص انه يعتذر. بعد ما صار الخلاف ما بين اعتقد سلام البراك ومحمد هايف في ديوانيه السعدون، ما صار في نوع من الانقسام ونوع من وصار خلاف بين محمد هايف ومسلم؟ ما حصل خلاف. لا لا، ما صار مع عباس الشعبي وصار مع هذا ثاني. إيه بس مع عباس معروف. لا لا عباس كان مع مسلم البراك. لا 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 هذا مسلم زعل علشان عباس، يعني اعتقد انه طرد من الديوانيه. لا خلني اقول لك مو صحيح الكلام، بالعكس مسلم اتصل مباشره على رئيس المجلس السابق احمد السعدون واعتذر منه وقال ان تصرف عباس مو صحيح. انا ما ادري اذا يحق لي اقول هالكلام ولا لا، لكن تسالتني وانا موجود، هذا كان موقف مسلم البراك. احنا يعني ما اشيع بعده كان مو صحيح الكلام هذا، ما ادري ايش اللي اشيع، لكن احنا اللي كان يفترض انه يعتذر منه بوجهه نظرنا ابو عبد الله محمد هايف، شيخ محمد هايف. الموقف صار مع محمد هايف، احنا كان هذا تحفظنا. اما ان مسلم كان راضي ووافق وانه عشان ضد، لا كلام مو صحيح. تقدر تسال كل الاخوه اللي كانوا حاضرين. اوكي، لكن انتوا تشوفون نفسكم متضامنين مع الاغلبيه؟ لا زلتم الى الان كل الاجتماع قاعدين نحضر واحنا متضامنين وموجودين، لكن هي النقطه هذه لا اريكم الا ما ارى، هذه ما تمشي معانا. احنا عندنا وجهات نظر. الان السؤال يعني، وهذا يمكن اسال فيه بتويتر اكثر من شخص كرر لي السؤال، وبصراحه ابو احمد انت قاعد تكلم انا متى ما كلمتك بصراحه، بالعكس اي الان في اي انتخابات قادمه ستتم وفق الصوت الواحد وهذا الواضح اليوم، راح تخوضونها ولا لا؟ طيب خلني أجاوب لك يا أخوي، أنا مو متعود أحلف، لكن أقسم لك إن هذا ما بتينا فيه. ما بكل الكل قاعد يقول إحنا ما بتينا. لأن فعلًا أخوي ما عليه أخوي أستاذنا، إحنا اليوم مثل ما قلت لك إحنا من الجامعة اللي أتمناه وأدعو الله إنه يحصل ويصير إن عفوا إن شاء الله يكون عندنا وقت، لأن أنا عندي محور مهم الحريات. راح أتكلم جو كي. اللي أتمناه إن الأغلبية كلها تأخذ رأيًا متضامنًا، هذه إضافة جدا مهمة. لكن حتى مع إخواننا السلفيين لما نجتمع، هذا موضوع والله ما طرحناه الحين. إحنا يمكن خلني أنا أبي أعطيكم سبق إذا مناسب. إحنا اليوم كسلفيين نعكف على شيء أكبر وأعم، قاعدين نحاول نسوي يعني مظلة كبيرة وكاملة وشاملة لجميع السلفيين، وإحنا قاعدين نشتغل على هالأساس، هذا فكرنا. تعني بداخل الأغلبية بس ولا؟ لا 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 الكل. نحاول اليوم إن شاء الله ودنا نشتغل على هذه. وإن شاء الله في مواد جدا طيبة. أنا أعتقد أن من فضل الله سبحانه وتعالى أن الناس تثق فينا، وأن الناس يعني ما جربت علينا كذب ولا الحمد، ولا جربت علينا أن إحنا يعني ممكن نساوم أو غير، فهذه راح يكون لها قبول مستقبلا. أما موضوع انتخابات فيا أخوي والله ما قرينا، يعني شو أقول لكم أكثر، ما أقرينا لأن ما في انتخابات، هذا همنا الحين، شغلنا الشغل هذا. بعدها إذا صارت انتخابات اللي أتمنى أنه يكون في رأي متضامن من الأغلبية طبعا. متضامن يعني يبدو أن البعض مصر على عدم الخوض. والله رايه، لكن لا يفكر أنه راح يلزم الجميع. ممكن أن يصير في انشقاقات يعني. يعني أتمنى أنه ما يصير، لكن واضح أنه راح يصير. أتمنى أنه ما يصير، لكن واضح أنه راح يصير. أنا بختم بس بسؤال المصالح اليوم. في شيء خاصة أنه في أحكام قاعد تصدر.
في مصالحة قاعد تتم في على الأقل حق المسجونين مثلا. يعني مو هذا اللي قاعد أقول لك، إحنا لما نسعى هذا المسعى تمام، وشنو أفضل من أنك تسعى سعي خير عدل؟ وما في أفضل أعتقد ولا أوجه ولا أبلغ من أنك يعني تحاول تستصدر من القيادة عفو عام الناس اللي اليوم مسجونة. خلنا نقول أن الناس اللي مؤلم صراحة أن أغلبهم موضوع تويتر ما تويتر، هذا بصراحة شيء مؤسف جدا. بالنهاية إحنا قاعدين نسعى هذا السعي، تلاقي في المقابل أننا قاعدين نضرب في واحد مشهور طبعا أشهر من أنه يعرف، كويتي منتف اللي يكتب، كان حائز على أكثر مغرد تأثيرا، كتب هذا الموضوع وكتب أنا أبارك أي سعي للمصالحة بهالمعنى، يعني ما سلم منا مغزبرة مثل ما نقول بالكويتي، كلو بقراطيسة. قال بالتغريدة اللي بعد، قال شنو تبون؟ يعني شو اللي تبون؟ احنا قاعدين نقول نبي مصالحة، شو اللي تبون؟ تبون تحاربون؟ يعني كان بهالمعنى فعلا، احنا ما ندري شو اللي يبون الناس. طبعا هو إرضاء الناس غاية مستحيلة، احنا نفهم هذا الكلام، لكن اللي قاعد يمليه علينا إن شاء الله أولا الشرع، وإن شاء الله اللي تمليه علينا ضمائرنا، احنا قاعدين نشتغل فيه، ندري ما راح نرضي الجميع، لكن هذه قناعاتنا، وإن شاء الله نسعى هذا السعي، وأسأل الله أن يجعلنا في بوادر للمصالحة. يعني ما أعطانا فرصة نتنسم، ما وهلونا ما يمدينا نتحرك لو نهاجم مباشرة، إن شاء الله نأمل ذلك إن شاء الله. أوكي، أجيك على محور الحريات. اليوم البعض يقول نسقف الحرية بالكويت بعد ما كنا إحنا يمكن دول الرائدة في الحرية، بدأ ينخفض هذا السقف، يشعر فيه من اللي كان يكتب على تويتر، يشعر فيه الإعلاميين، يشعر فيه كثير من الناس السياسيين. توافق هذا التوجه ولا لا؟ وما علاقة مجلس الأمة اليوم بانخفاض سقف الحرية؟ هو علاقة مباشرة، أتفق مع هذا الكلام 100%. والمسؤول الأول والأخير مجلس الأمة، مجلس الأمة وفق الدستور هو اللي يضع التشريعات وهو اللي يراقب، لا راقب يعني أداء الحكومة في تعسفها ولا وضع تشريعات من شأنها إعطاء حرية أكثر، بل بالعكس انتقل لجهة مقابلة كان يمجد في أي إجراء تعسفي تأخذ الحكومة، يا رجل مجده في سحب الجناسي على مثل ما قلت لك لليوم. أنا شخصيا كمحامي أعتقد خبرتي معقولة 20 سنة، ما أعرف ليش عبد الله البرا يسحب جنسيته تمام، إلا تسلط أو يعني من الحكومة تعسف باركة. وهذه الإجراءات منظمة الشفافية ومنظمة مكافحة الفساد أغلقت للأسف، عفوا جمعية الشفافية للأسف في كتابها وزيرة الشؤون أول كلمة تقول بعد الاطلاع على كذا، وبعد الاطلاع على رسالة رئيس مجلس الأمة، شو الموضوع؟ شو كاتب لك رئيس مجلس الأمة؟ نفهم شو قايل لك؟ لأنه كان في تعدي على لا على, لا. على بعض النواب. متى كانوا النواب حصنت لهم ذات مصونة لا تمس؟ بل بالعكس الأصل النائب ينتقد علشان غيره يعرف، علشان باكر اللي صار في دورة أخرى في انتخابات أخرى الناس تعرف هذا سوى كذا وكذا وكذا. خلني أختلف مع أخوي أبو عاصم علي العمير، لكن أفضل ما قاعد يسويه الوزير علي العمير اللي يتكلم ويقول قاعد يرد عليهم بتويتر، كل واحد يتكلم يعني يتبلى أو يعني يتهم بعض الاتهامات يرد بالأدلة وبالكتب في كذا عدل، ما قال لا ليش تسبني وليش تقول عني أنا بروح أرفع عليكم قضايا وأنا كذا. خلي الناس تتكلم، خلي الناس تقول، لأن في تعدي على بعض النواب. أي نواب؟ اللي طلع أخونا الفاضل المصلي وزير الأشغال السابق الإبراهيم، ورجل ما نزكي على أحد لو اختلفنا معاه، لكن رجل دمث الأخلاق ورجل ملتزم لأبعد حد، اللي قال أنا عيبون راسي على 350,000. هذول النواب اللي والله إحنا خايفين ليش تكلمون عنهم؟ لا بنتكلم عنهم، لا لازم نقول، لازم الناس تعرف. الراشي والمرتشي في النار، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما. احنا اليوم اللي نقوله تفضل اخوي، هذا مجلس الأمة، مجلس الأمة المنتخب من قبل الشعب، حاط لك قانون عمل الطلابي. اظنك حضرتك في برنامجك كثير ما تكلمت عن هذا الموضوع، او المحاورين اللي معاك الضيوف الصوت الواحد وان ما تخوف غير موضوع الصوت الواحد. اليوم يقول يعني والله يا جماعة ترى هذا ما صار بدون مبالغة، ما صار في سوريا في عهد حافظ الأسد، غير الانتخابات كل عامين، وغير ان لازم يصير عمره 21 سنة، لازم يصير عمره يعني عقب ما يتخرج هذا بيرشح له ولا يكون فاشل، عفوا يعني مع احترامي للطلبه اللي تاخروا زين. اقامه ندوه داخل الجامعه صارت جنايه بدون اذن، جنايه والله ما صارت لا بسوريا ولا بكوبا ولا بكوريا، ولا يقول لهم يعني تعال كل يمكن يمسكونهم 3-4 أيام ويهدوا لهم بعدين، جنايه صارت بتشريع مجلس الامه وموافقه مجلس الامه ومباركته. شنو هذا؟ تعال
تعال على موضوع أيضا يلزمونهم بأن تكون في محاضر جلسات حق مثل هذه الندوات أو مثل كذا. صار في رقابة من وزارة الشؤون على العمل الطلابي. شو المشكلة أن يكون في قانون بعض أن يقول لك خاصة؟ خلوه في إطار قانون خاصة الاتحاد، يعني ما له كيان قانوني، فبالتالي يصير له قانون. ما تشوف هذا أفضل؟ عفوا أي عمل لابد أن يكون له قانون فعلا. القانون راح ينظم العملية. نعم. لكن ما عشان أقمعهم، هذا قانون قمعي، هذا قانون تعسفي، هذا قتل العمل الطلابي. تعال صوت واحد، يعني حتى فكرة كمجمل عام، تعال الصوت الواحد راح نسوي في الأندية وراح نسوي في كذا. هذه مثل مجالس الإدارات، وين يكون في تجانس؟ وين يكون في الناس ممكن تقدم؟ يعني دخلوا داخل مباشرة بيصير في خلاف كبير على موضوع المناصب وعلى موضوع شو ممكن يكون في توافق؟ يعني هذا أيضا من العمل على خفض سقف الحريات. أوكي، اليوم في الاستجوابات اللي قاعد تصير، خاصة الاستجواب الأخير إنه اللي قدمه الدكتور عبد الحميد دشتي للوزير الخارجية، البعض قال هذا وأد للحريات وأد لورسيلة الرقابة. البعض قالنا لا، هذا محور غير دستوري، بالتالي من غير الصحيح ان وزير يعتلي المنصه على استجواب غير دستوري. شوف، اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا اقرب للتقوى. انا ما اعرف احد في الكويت يمكن اختلف معاه في كل مواقف السياسيه كثر عبد الحميد دشتي، لكن في النهايه هذا عظم جسمه، قدم استجواب. إذا كان المحور الأول أو الأخير أو الأوسط غير دستوري، يصعد الوزير ويقول هذا الكلام، بالتالي يقيم ذلك أعضاء مجلس الأمة. هذا حق، ولا خلاص صرنا مثل المجالس اللي موافقون ننتقل لجدول الأمة. يعني لو كنت موجود كنت تصوت على ضد رفض الشطب؟ صدق وآمن بالله أني راح أرفضه. هي المسألة ما لي علاقة في عبد الحميد دشتي، لكن هذا موقف للأسف مصادرة لحق أصيل للنائب، قاعد يؤصل، قاعد يتكرر شطب موضوع الاستجوابات، قاعد يتكرر حتى يولد قناعة عند الناس إنه طبعا صار في مجالس كذا وكذا. لا أخوي، هذا خطأ، أكيد خطأ. ما عليه، صالح عاشور وقف بعد استجوابه لرئيس الوزراء في مجلسنا وقاعد منتشيا يقول أنا لأول مرة اليوم تم استجواب رئيس الوزراء في جلسة علنية. قال هالكلام ولا لا؟ ليش جلسة علنية اليوم أول يوم؟ لا تأخذني، لأن صالح عاشور ربعه لما كانوا في مجلس 2009 النواب يقدمون استجوابات كانوا يخلونها سرية، ما هذا اللي حصل؟ احنا رفضنا رغم خلافنا معه، ورغم نعرف انه كان هدفهم كان معلن، كانوا يقولون نبي نكثر الاستجوابات لما المجلس هذا يبطل. قلنا فيه ثلاث ما تصير، علينا ولا على غيرنا، لائحة لدستورية، لائحة لتشريعية، وايضا بكل حال المحور ما يصير جلسة سرية. وصعد رئيس الوزراء، وانا اذكر في حلقة من الحلقات قلت يصعد رئيس مجلس الوزراء حتى لو كان استجواب من منو. هذا موقفنا. انت وقت قاعد تسألني تقولي لو كان مستقبلا هل راح تكون هالموقف؟ هذا موقف انا خذيته، هذا حق للنائب، لان مثل ما احنا نتكلم اليوم، مثل ما رضينا وسكتنا ونبي نسكت على موضوع البرش وسحب اللي سحبت منهم الجناسي، اخوي ما حد ما راح يكون معصوم مستقبلا. كذلك احنا باكر نبي نروح نقعد يعني نتباكى ونصرخ وكذا وكذا، لا اخوي هذا حقه، هذا عضو مجلس امه، لو اختلفنا معه يطلع الوزير ويقول انا ارى ان هذا المحور غير دستوري باسباب كذا وكذا وكذا. يعني انت رغم اختلافك مع الدكتور عبد الحميد دشتي لانك انت ترى ان ما حدث مع شط باستجوابه كان امر غير صحيح. طبعا هذه حاله يحاول البعض تاصيلها في مجلس الامه، ويحاول كثيرين ان تكون مستقبلا هذه سابقه دستوريه يستشهد فيها، وهذا ايضا غير مقبول. بس ما تشوف المجلس ان اليوم يعني بغض النظر عن شطب الاستجواب وغيره، تشوف ان المجلس انجز قوانين ناحية التشريعيه؟ يعني يقول لك هذا المجلس يعني شرع تشريعات ما سبق مجلس اخر. الاسكان؟ لا، عندك الاسكان، اي ما عليك، قوانين كثيره. يعني اخوي اول شيء ممكن تقول بس عن الوقت، انا باقي لنا خمس دقائق، احاول قدر الاستطاعه اخوي. يعني اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. للعلم في مجلس 2009 توافقت الحكومه والمجلس على مدينتين الخيران ومدينتي الخيران والمطلع. مدينة الخيران 35,000 وحدة سكنية، والمطلع 24,000 قالوا قابلة للزيادة، هذا بالاتفاق. تمام، المجلس اليوم اللي سواه قاعد يهلل ويكبر على 12,000 وحدة سكنية كل سنة. مخططات يعني أسهل يعني أبسط ما يكون أنك تحط لك المخططات. هذا موضوع لا تاخذني، اعتقد انه مو اعتقد جازم انه قالوا احنا التزمنا بتقديم 12,000 وحده سكنيه سنويا. لا، هو ما قدم، هو قدم مخططات خلاص على الورق. طبعا هذا اللي حصل، مو قاعد اقول لك المجلس السابق او مجلس 2009 تحديدا
حدد 35 ألف وحدة سكنية بالخيران و 24 ألف قابلة للزيادة في المطلع، وحدد وقال والحكومة ما تدفع شيء. كان بالبداية مو الحكومة كل ما تتكلم والله احنا عندنا أعباء، الحين حاط لك موضوع بديل استراتيجي، الحكومة مرهقة. لا يا أخوي، أنا وفرت عليك، هذه تتولاها الشركات ممولة من البنوك وأيضا المساهمين. ردوا وقالوا احنا إلى أن نصل 40% من الإنجاز ما راح نقدر، البنوك ما راح تمولنا. حطوا لهم أيضا مخرج وتعديل، قالوا لهم الحكومة تتولى البنى التحتية على أن تكون محددة تمام، تكون مثلا أجلكم الله المجاري، تكون سفلتة المناطق، الأرصفة، الإضاءة، الكهرباء، التليفونات، يعني شالت الحكومة جزء بسيط عشان يكون منطقي واقعي. كان في شغل، كان في يعني فعلا عمل. وصلوا إلى رقم، أرجو من كل إخواني يسمعون هذا الكلام، هذا كلام ضروري وهذا كلام مهم، قبل أن تتراجع الحكومة عنه، قبل لا تلغيه، في مرسوم صدر في 29/11/2012 قبل مجلس الأمة هذا المبطل الثاني بيومين كانوا واصلين على توفير 4700 كيلو متر مربع. لو شلنا منها طبعا من فيها الجزر، لو شلنا فيها الجزر يصفى 4046 كيلو متر مربع. هذا أراضي تفضلوا توفر 5 ملايين وحدة سكنية. هذا وين كان بقرار؟ 2009 مجلس 2009 وعدل على هذا القانون، الجزئية اللي كلمتك عنها مساء وكان في أو لا عفوا كان في مثار بحث في مجلسنا. نعم. لكن هذا كله ألغي بالكامل. سبب قانون، والله أسأل الحكومة، مو أسأل الحكومة، أسأل الناس اللي ألغوه ما يدرون ليش ألغوه. فعلا مجلس المبطل الثاني ما كان يدري، والله اثنين من النواب اللي قاعدين مستحيل نقبل، وهو ما يدري أنه أساسا من المصوتين عليه. 50 عضو بالكامل وافقوا على إلغاء القانون 50/2010، الخمسين بالكامل، ما في واحد قال ليش يا جماعة نلغيهم، شنو عندكم البديل؟ ما حد قال هالكلام، إنه يوفر توفير الأراضي 300 ألف وحدة سكنية خلال سنتين، وإنه مع طبعا هالشرح هذا اللي موجود، ما حد يدري، والله ما كانوا يدرون. وردت الحكومة وعدلته طبعا قبل المبطل الثاني، قبله بيومين. أنا في رسالة ودي أخيرا تختم فيها في يعني الملك لله ولا دوام إلا لوجه الله، يعني مثل يقول الشاعر لم تغني عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ما حد يقدر يخلد. هذا واحد من عقلاء أسرة الصباح كتب على قصر السيف قصر الحكم، قال لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك. أنا والله عندي أبيات ودي يحطونها على مجلس الأمة اليوم، رسالة من 4 أبيات لمعروف الرصافي تنقل بالضبط رسالة المجلس الأمة هذا للشعب، يقول أما السياسة فاتركوها أبدا وإلا تندموا، من شاء منكم أن يعيش اليوم وهو مكرم فليمسي لا سمع ولا بصر لديه ولا فم، لا يستحق كرامة إلا الأصم الأبكم. أخي هذه الرسالة اللي قاعد تصير، هذا وصلنا لها المدى من الحريات، تكلم أسجنك، أرفع عليك قضايا حتى لو تطلع برا بس تقعد لك سنة عدم المؤاخذة متبهدل، أسحب جنسيتك بدون أي شيء، وأنا عندي الحق وعندي القانون. يعني كفاكم، وأقول يعني اليوم أرجع وأكرر رسالة مباشرة لسمو الأمير، أنت أبو الجميع، فنرجو موضوع سحب الجناسي هذا أن يعاد فيه النظر، وأيضا بمكرم أميرين يتمنى إن شاء الله أن يعفى عن جميع اللي صدرت عليهم أحكام سياسية أو أحكام كانت متعلقة في أو خلينا نسميها الجرائم القولية. وجزاك الله خيرا. مشكور أبو أحمد لحضورك معنا في هذه الحلقة، وإن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى. مشاهدينا الكرام، الجزء الأول انتهى، الجزء الثاني مع الدكتور يوسف الزرزال عضو مجلس الأمة بعد الفاصل.